البطريق. البطريق طائر أليف وأنيق، استلهم منه الشعراء قصائدهم، خاصة في علاقته مع البحر كعالم مفتوح تجاه اللامحدود. وقد اكتسب هذا الطائر شهرته في عالم الأدب بعد أن أطلقت إحدى كبريات دور النشر البريطانية اسمه على كافة المطبوعات التي تصدرها. يوجد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية جزيرة معروفة باسم جزيرة البطريق، يأتي إليها الناس لتأمل هذا الطائر الجميل والتعايش معه ككائن يمنحهم القدرة على التواصل مع الحياة الإنسانية في أعمق تصوراتها. والبطريق ينتمي لرتبة الطيور وحيدة العائلة، وهي هنا عائلة البطريق، ويقضي معظم حياته في المحيطات بوقفته العمودية ومشيته المتهادية، لأن لديه أرجلا قصيرة وأجساما طويلة ومنتفخة كأنها التربيض. وبالرغم من أن البطريق تمشي بهذه الطريقة التي تنقصها الرشاقة، إلا أنها قادرة على المشي بسرعة الإنسان، وبإمكانها أيضا أن تتسلق المنحدرات الصخرية بكل يسر والوثوب من صخرة إلى أخرى. وبعض البطريق لديها القدرة على التزحلق على الثلج أو الجليد عن طريق الهبوط فجأة وبشدة، مستخدمة طريقة الانزلاق على بطونها. بطل سباحة. والبطريق فقدت القدرة على الطيران منذ ملايين السنين نظرا لقضائها معظم حياتها في الماء، مما جعل الأجنحة تبدو كالزعانف، وهذا سر تفوق البطريق في السباحة لدرجة الطيران في الماء مثل طير الطيور في الهواء. وتستطيع السباحة لمدة 10 ساعات بسرعة 13 كيلومترا في الساعة، لكنها تقفز للتنفس كل دقيقة. جسم البطريق ملائم جدا للعيش في البحر، لأنه مغطى بريش قصير وسميك كأنه معطف واق من الماء، ولون الريش يكون إما أسود أو رماديا مزرقا ما عدا المنطقة الداخلية حيث لون الريش أبيض. وبعض أنواع البطريق لديها ريش أصفر أو برتقالي على منطقة الرأس والعنق أو الصدر، ويساعدها أيضا وجود طبقات دهنية سميكة تساعد على تدفئتها في المياه الباردة. وتتميز البطاريق التي تعيش في البيئة الباردة جدا بوجود طبقة أخرى من الريش الطويل الناعم تحت طبقة الريش العازل للماء. وللبطريق مناقير قوية بألوان مختلفة، وبعض البطاريق لديها عرف من الريش على منطقة الرأس. تعيش جميع أنواع البطاريق في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وهناك 17 نوعا من البطاريق، أكبرها الإمبراطور، ويصل طوله إلى حوالي 1.3 متر، وقد يصل وزنه إلى 45 كيلوغراما. ويعد الإمبراطور أحد أكثر الطيور وزنا. أما أصغر البطريق فهو البطريق الصغير الذي يبلغ طوله حوالي 30 سنتيمترا، ويزن 1.4 كيلو من الكيلوغرام تقريبا. ومعظم الأنواع الأخرى يتراوح طولها بين 4590 سنتيمترا، وتزن حوالي 3 كيلوغرامات و3 من الكيلوغرام إلى 6 كيلوغرامات و8 من الكيلوغرام. الغذاء والمسكن. تبحث البطاريق عن فريستها في البحر، وتتغذى على الأسماك والسرطانات والحبارات. ونظرا لأنها تستهلك كميات كبيرة من الطعام، فهي تلجأ للمياه التي تتوفر بها تجمعات كبيرة من الغذاء. ولكن لا بد أن تكون آمنة من الحيوانات التي تتغذى على البطاريق مثل عجول البحر وأسود البحر والحيتان القاتلة. وهناك 8 أنواع من البطاريق تعيش في الجزر القريبة من نيوزيلندا وأستراليا، و3 أنواع تقطن شواطئ جنوب أمريكا، ونوع واحد يعيش قرب جنوب أفريقيا، و6 أنواع تعيش في أقصى الجنوب في المياه الجليدية قرب أنتاركتيكا، قارة غير مأهولة تقع حول القطب الجنوبي. أما مساكن البطاريق فهي عبارة عن أعشاش محفورة في أماكن ضحلة تحت الصخور الكبيرة أو الشجيرات. أما بطريق القطب الجنوبي فتبني أعشاشها من الحصى، لأن المنطقة المجمدة من الصعب الحفر بها. أما البطريق الملك والإمبراطور فلا يحتاج لبناء أعشاش، حيث يقوم بتدفئة البيض أو الصغار بإبقائهم تحت ثنية في منطقة البطن ويحملها على أرجلها. الهجرة والتكاثر. تختلف سلوكيات البطريق باختلاف بيئتها،
فبطريق المنطقة الجنوبية مثلا لا يهجرها في موسم البيض والتفريخ، ويقضي فصل الشتاء في منطقته ويغادرها في الصيف. أما بقية الأنواع فإنها تبدأ في الهجرة الجماعية مع بداية فصل الربيع، حيث تعود إلى موطنها الأصلي في الشمال قاطعة مئات الأميال حتى تصل إلى مسقط الرأس وبقعة التكاثر والتناسل. وبعد التكاثر تخرج إلى اليابسة لتبني أعشاشها من قطع الصخور، ويستمر البناء لمدة 3 أسابيع. فتضع الأنثى بيضها في هذه البيوت، وأنثى البطريق تضع بيضتين فقط لونهما أبيض مشوب بالزرقة. والطريف أن الذكر هو الذي يتولى مهمة حضانة البيض، أما الأنثى فتكون هي المسؤولة عن إطعام نفسها فقط، لأن الذكر يظل صائما لمدة 2 أسبوع حتى يفقس البيض، وعندئذ ينطلق إلى البحر ليشرب الماء، ثم يبدأ في البحث عن الطعام. وهنا تتحمل الأنثى مسؤولية إطعام الصغار، وذلك في تبادل للأدوار لا تفسير له إلا قولنا سبحان الله. والطريف أيضا أن البطريق الإمبراطور تختلف عنده الأدوار بين الذكر والأنثى عن بقية الأنواع، فالأنثى هنا هي الحاضنة للبيض الذي تضعه على قدميها الخلفيتين، وقد يريحها الذكر من هذا الحمل بعض الوقت فيتناول معها حمل البيض وتدفئته. وعكس الأنواع الأخرى فالأنثى هنا هي التي تظل صائمة طيلة فصل الشتاء، وعندما تأتي الصغار فإنها أي صغار تصوم أيضا عن الطعام ولا تقربه حتى يسقط عنها الزغب الذي يشبه الشعر اللبني في الثدييات، ويكتسي جسمها بالريش، فتنزل الماء وتعلن نهاية هذا الصوم بتناول الطعام والشراب. الرادار العائلي. يقولون عن الإنسان إن الدم يحن عندما يتعرف شخص ما على أحد أفراد عائلته الذي لم يره من قبل، لكن البطريق لا يحتاج عند تعرفه على أفراد عائلته على دم يحن، ولكن الله سبحانه وتعالى قصه بميزة خارقة، فهو يستطيع أن يتعرف على أفراد عائلته من بين آلاف العائلات الأخرى. والمحير أن البطريق عند التعارف لا يمكن أن يخطئ ويخلط بين أفراد عائلته وبين الغرباء، خاصة الإناث التي يغبن مدة 33 شهرا لجلب الغذاء، وعند عودتها لا تجد أي صعوبة في التعرف على ذكرها وصغارها من بين مئات البطريق. والأغرب من ذلك قيام طيور البطريق بجمع صغارها في مكان واحد شبيه بروضة من رياض الأطفال، ثم تذهب إلى البحر، وهذه الطيور الصغيرة تتراص جنبا إلى جنب، وهذه العملية مهمة للحفاظ على الصغار من شدة البرد. والمسألة المهمة هنا أيضا كيفية تعرف طيور البطريق البالغة على صغارها عند الرجوع من الصيد من بين مئات الصغار، غير أن طائر البطريق لا يصعب عليه حل هذه المشكلة، لأن البطريق البالغ يبدأ في إصدار أصوات مرتفعة، ويستطيع الصغير أن يتعرف على أمه وأبيه فيسرع تجاههما. ولا شك أن وسيلة الصوت هذه أنجح وسيلة لتعرف أفراد مستعمرة البطريق على بعضهم البعض من بين الآلاف من البطريق، ولكن كيف أمكن لهذه الطيور المتشابهة فيما بينها إلى حد تطابق أن تمتلك أصواتا مختلفة بعضها عن بعض؟ وكيف اكتسبت هذه الطيور قابلية التمييز بين الأصوات المختلفة؟ لقد وهبها الله هذه الميزة الفريدة، وهي الصوت المختلف كالبصمة عند الإنسان، وجعل هذه الطيور ذات قدرة على تمييز الأصوات المختلفة، وهو الذي يسر لها معيشتها بهذه الصورة المعجزة، وهو البارئ المصور.